الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين. وبعد، من الصلوات المستحبة النافلة ذات الثواب العظيم والتي خصها الله تبارك وتعالى في شهر رمضان صلاة التراويح التي هي من قيام رمضان، فقد قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. واعلم أخي المسلم أن صلاة التراويح 20 ركعة تصلى في الليل بعد أداء صلاة العشاء في رمضان، والأفضل أن تصلى في جماعة، وسميت بذلك، أي سميت صلاة التراويح، لأن أهل مكة كانوا إذا صلوا 4 ركعات يستريحون ويطوفون حول الكعبة، وكان أهل المدينة المنورة يصلون 36 ركعة تعويضا عما يفوتهم من الطواف. لذلك من أراد أن يصلي قيام رمضان بأقل من 20 ركعة فلا ينوي يصلي التراويح، بل لينوي يصلي قيام رمضان. فاغتنم يا أخي المسلم شهر رمضان بالازدياد من الخيرات والطاعات، واحرص على أداء صلاة قيام رمضان جماعة في المسجد، يكن لك ذخر عظيم يوم الميعاد. اللهم تقبل منا صيامنا صلاتنا وطاعاتنا، واجعلنا من المغفور لهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.